هذه الفرصة. أنا لما نقل لي خبر نشاطكم سررت أيما سرور، لأنني طالما تطلعت في مثلا في الجزائر إلى نشاط نسائي إسلامي يقوم على سنة الله ورسوله، وهذا إلى حد الآن لم يتحرك هذا النشاط في الجزائر إلا قليلا نادرا. عندي حلقة أسبوعية في بيتي تتردد عليها طبعا أزواج من الطلبة، ولكن الطالبات قليل منهن ليحضر هذه الندوات الأسبوعية. وأخيرا بدأت شوية وإنما طلع قليلا، أما هنا يبدو أنها ظاهرة. يجب على هذا الوطن وعلى هذه المدينة أن تعتز بها وتفخر بها، وهي المسلمات المؤمنات المتطوعات في القيام بواجبهن. تكونت في البلاد الإسلامية الأخرى خصوصا ما يسمى البلاد المتقدمة حركات نسائية على غرار ما يدور في البلاد الغربية غير الإسلامية طبعا، يعني اجتماعات نسائية للمطالبة لما يسمونه بحقوق المرأة. وإذا بنا نصل هنا نجد أن اجتماع من بناتنا المؤمنات المسلمات يتحقق من أجل الاطلاع بالواجبات، لا للمطالبة بالحقوق ولكن للقيام بالواجبات. وبنتي التي فتحت هذا الباب وكونتها في الفرصة يعني تعطيني صورة حتى في الكلمات التي استعملتها عن المرأة المؤمنة لما تدخل المعركة المصيرية، وأعني بالمعركة المصيرية ليست الكلمات بكل أسف تورطت في الأداب السياسية. المعركة المصيرية هي معركة الحضارية وليس إلا، وكل ما ليس له من الناحية الاجتماعية صلة بطرح المشكلات على المستوى الحضاري فهو تضيع الوقت، غالبا تضيع الوقت. وكم ضيعنا من الوقت، والدليل واضح الحصيلة بعد 40 أو 50 سنة من المطالبة بالحقوق، ماذا حصلت المجموعات الإسلامية التي طالبت بحقوقها؟ أما لم تحقق شيء، وإلا حققت أوهام، مثلا الأوهام اللي علقت عليها أعلام الاستقلالات أو الاستقلال الذي بعد تضحيات جسيمة كانت جديرة بأن تحقق مصالح أكبر من هذا بكثير. تحقق شيء يسمى استقلال، ولكن نحن نعرف الآن الخبرة الآن لنا حتى لصغارنا، يعني منكم ومن أولادنا في سنكم، هذا نعلم الآن أن هذه المطالبة بالحقوق لم تجد نفعا، وحتى في شكلها الصوري السياسي المسمى استقلال، لأن لما أتت لبعض البلاد هذه الأوضاع التي مضفي عليها اسم استقلال نراها بالتالي بعد بضع سنوات في صورة سراب لا وروي عطشها. فالقضية الجوهرية
أن بناتنا هنا في دمشق، وهذا ما شعرت به عندما كلمني الأخ الدكتور الهواري، أن بناتنا هنا قايمين بنشاط من نوع جديد، جدير بأن يكون بأن يكون تجربة رائدة في العالم الإسلامي على أوسع نطاق، وأرجو أن تشعرنا بهذا، تشعرنا بأنكم لم تقمن بشيء قليل. نعم، مع كل التواضع اللازم، ولكن التواضع لا يجوز أن يضيع علينا التواضع، أو يضع تواضعنا على حقيقة الأشياء حجابا يخفي حقيقتها. مثلا لو نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا ننتظر رسولا بعده، ولكن فقط لفتح باب المناقشة، لو نقدر أن رسول أتى وعلى مبدأ التواضع أخفى أنه رسول تواضعا، لو نبينا الكريم لو أتى لهذه الدنيا وتواضعا أخفى أنه رسول، قل أنه لم يبلغ. وهو طبعا يتحاشى رسولنا من هذا الموقف. فأرجو أيضا أن بناتنا لما يقمن بواجبات، وواجبات أراها ذات جذور حضارية، أن يشعرن بقيمة الموقف متاعهم في التاريخ وفي هذا النضال الشريف، هذا النضال لأنه نضال بطولي، وأنا أقدر الصعوبات التي تنشأ في هذه الطريق، وأعرف ما يحيط بنشاط مثل هذا من نوايا سيئة من جوانب مختلفة. وكنت أتحدث في هذا الموضوع أمس مع أخي دكتور الهواري، أتوقع ما يحيط، وربما بناتي لا طلعنا مثلا كتاب الصراع الفكري يعرفنا إلى ما أشير. يجب أن نتوقع أن كل نشاط فكري على العموم، والنشاط الفكري المتصل بالإسلام على الخصوص، أنه يقع مباشرة تحت مجاهر ما يسمى، ما أسميه مراصد الصراع الفكري في العالم. وهذه المجاهر ليست إسلامية، حتى ولو سخرت بعض الشخصيات أو بعض الجهات الإسلامية لتضييق الخناق على هذا النشاط، فنعلم أن هذه الجهات إنما هي مسخرة، ليست صاحبة الأمر في القضية. أصحاب الأمر في القضية ليسوا في بلادنا، وإنما خيوطهم في بلادنا، وأحيانا في عقولنا. طبعا قد يتأتى هذا، يعني يعملون بنا من دون أن نشعر، هذا كله يتأتى. إذن إحنا نقدر أولا الصعوبات التي تواجهها بناتنا في هذا النشاط الإسلامي، ثم نريد حتى نترك بعد ذلك مجال مهما يكون قدره إلى بعض الأسئلة، ربما لدى بعض بنات بعض الأسئلة قائمة مثلا عن مطالعة كتبي أو ناشئة الطريق، وأنتم الآن قد شققتم الطريق وخططتم الطريق لأنفسكم بأنفسكم، فضل لكم، فضل الله أولا الذي هداكم هذا السبيل، ثم لكم هذا الفضل. فأنتم الآن في الحقيقة تقمن بتجربة رائدة، يجب أن تشعرن أنتم قبل كل شيء بقيمتها كتجربة رائدة في العالم الإسلامي، حتى تعرفن كيف تبلغنها في العالم الإسلامي أنتم وبوسائلكم الخاصة. فرحتنا لما قال لي الأخ الهواري
ما عندكم فرع أظن في لبنان مش هذا عندهم؟ نعم عندكم فرع في لبنان وبيروت. أنا على الأقل في هذه الرفعة الإسلامية اللي نسميها الشرق الأوسط، على الأقل يجب أن تفكروا، أن تفكرنا كيف تنشرنا دعوتكم النبيلة الشريفة النزيهة، النزاهة التامة، لأنها بقدر النزاهة بقدر أن لا تتورط في الأرحال السياسية كما تورطت حركات أخرى من أبنائنا الكرام الذين أحيانا بحسن نواياهم أو رغم حسن نواياهم تورطوا في الوحل السياسي فضيعوا أنفسهم وضيعوا على إخوانهم الفرصة للاستفادة من نشاطهم ومن جهادهم ومن تضحياتهم. فيجب على بناتنا أن يفكرنا في هذا الماضي كأنه شاخص، هذا الماضي مرير، هذا الماضي المجيد ولكنه مرير في نفس الوقت، وأن يتأملنا ما فيه من دروس قاسية عذبة أحياناً، قاسية غالباً لأنها دروس المحنة الإسلامية، دروس المحنة، محنة العالم الإسلامي في مستوى نخبته، نخبته سواء من أبنائنا أو من بناتنا. يجب أن تتأملنا هذه التجارب وأن تدرسناها، أن تدرسناها دراسة. وأنا أعلم ما لكنا من ملكة في دراسة الأشياء بطريقة موضوعية، كما تعلمنا أنتم كيف مثلا في الخارج أصحاب الأحزاب سواء الشيوعية أو غير الشيوعية يتناولوا القضايا بالدقة والحكمة حتى يستخلصوا منها ما فيها من حكمة كي تكون لهم، كي يكونوا منها إنارة الطريق الذي يسيرون فيه. فيجب أيضا على بناتنا أن يتخذوا العبرة من هذه التجارب السابقة التي لم تنجح لأسباب متنوعة لا نعود إليها، ويجب أنتم أن تدرسنا كي تطبقنا ما فيها من العبرة. والحكمة أن يعتبر الإنسان حتى التجارب الفاشلة، يعتبرها حتى الأخطاء يجب أن تكون مفيدة لنا، ولكن لا يمكن لأخطائنا أن تكون مفيدة لنا إلا بقدر ما ندرسها دراسة علمية، نضعها تحت المجهر، نحللها ونرى أين لماذا وقع الخطأ وما نتج عنه حتى لا نتورط فيه، وحتى لا تأتينا من حيث لا نشعر ومن حيث لا ندري النتائج السلبية التي كثيرا ما تصدر عن نوايا حسنة، وإنما نوايا حسنة لم تصدر عن حكمة وعن تأمل وتحليل الأشياء. يجب هذا كله أن تتحصن من هذه الناحية وتحصن نشاطكم من هذه الناحية حتى لا تبقى أبواب الخطأ وأبواب الانزلاق في الأحوال، في الأوحال، الأوحال مثلا السياسية وغيرها. الأوحال السياسية هي أوضحها ولكن ليست فريدة من نوعها. فنتمنى أن هذه الخبرة أنها الشيء الذي سجله من الشيء الذي سجله تاريخنا القريب، يعني العقود الأخيرة من تاريخ العالم الإسلامي، حتى في نتائجه السلبية يجب أن نستفيد منه، ولكن لا نستفيد منه إلا بقدر ما ندرسه أولا، ما نسجله ونبحث عليه في كل مكان نجد فيه أثره سواء في المجال الثقافي سواء في المجال الاجتماعي سواء كذا. هذا يجب من ناحية هذه أم
تستفيد من الماضي، أن تستفيد من الماضي. الشيء الآخر هو أن تكونوا من تجربتكم تجربة رائدة في العالم الإسلامي، لأنها فعلا وهذا ما أركز عليه حديثي بقدر ما يبقى ما لدينا من الوقت، لأنها تجربة رائدة من كل جوانب. أولا من جانب إدراك القضية في المستوى الحضاري، لأن بناتنا لما يقودنا بهذا الجانب المهمل في كل النشاط وفي كل الهيئات وكل المنظمات الإسلامية الأخرى التي نادت وطالبت بالحقوق، وإذا بنا نرى بناتنا هنا في دمشق يقومنا بشيء آخر يسمى الواجبات. الواجبات يا بناتنا لا يمكن أن نقدم عن الواجبات وعن أهمية الواجبات فكرة واضحة إلا بالاقتباس من الآية الكريمة: وهديناه النجدين فما اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هما النجدان؟ أو ما هما النجدان الطريقان الذي تشير إليهم الآية الكريمة؟ فالتوضيح يأتي في الآية نفسها، لأن مقابل فما اقتحم العقبة، مقابل هذه الآية، لأنه إحنا نكمل في تفسيرنا، إحنا في اجتهادنا إحنا نكمل نقول فما اقتحم العقبة، لأن طبيعته ومزاجه ورطاه في طريق سهولة، في طريق اليسر، في طريق الاستسلام إلى ما يسمى الواقع. فهذا كله في الحقيقة يقوم على اختيار أساسي يكون هو في الحقيقة جوهر الثقافة والأساس الذي تتقرر عليه مصائر النشاطات كلها ومصائر البشر. ما هو هذا الاختيار؟ هو واجب وهو حق، فطرة الإنسان أو طبيعة الإنسان جعلته كحيوان، كمجرد حيوان جعلته أن يختار طريق سهولة. وطبعا طريق الحق هو أيسر الطرق، طريق الحق هو أيسر الطرق. لو نضع مثلا على منحدر حتى نتصور ما هي، لماذا أيسر الطرق وكيف هنا طبيعة الإنسان ترتبط تقريبا بطبيعة المادة نفسها. المادة نفسها هي هكذا، لو نضع كورة مثلا من معدن حتى يكون عندها وزن وثقل، لو نضعها في منحدر وسط منحدر بحيث يكون فوقها العقبة وتحتها المنحدر، نعلم كلنا أن هذه الكورة لما نتركها لنفسها، لما تسلمها أيدينا لوزنها لمادتها تتبع المنحدر وتسير وتنزل، لا تصعد، ما ينتجش أن هذه الكرة تصعد، ولا نتصور ومن يرجو أنها تصعد فهو غالب مغالط لنفسه، فهو مغالط لنفسه. الإنسان لا يختلف في هذا عن الكرة التي توضع بين عقبة ومنحدر، فهواه ونزواته النفسية وشهواته ومزاجه البشري يجعله يستسلم للمنحدرات، والمنحدرات أقرب وأيسر. لما نريد ما ننزل سلم طبعا فهو أيسر من صعود سلم، أيسر بكثير. وإنما النتائج طبعا تختلف، فالإنسان الذي ينزل سلم ليس الإنسان الذي يصعد سلم، لا يستطيع إلا الخروج. والخروج هنا معناه الخروج من المسؤوليات الكبرى، الخروج إذا نزلنا
سلم التاريخ مثلا إذا تنازلنا التفتنا عن الواجبات، إذا تنازلنا عن الواجبات وتشبثنا بما يسمى الحقوق، وأنتم تعلمنا كيف بكل أسف وقع تمجيد الحقوق، قضية الحقوق في الأربعين في نصف القرن الأخير انطلقت كلمة زغلول باشا مثلا في العشرينات، في العشرينيات انطلقت كلمة زغلول المشهورة أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، الله يرحم زغلول. ولكن هذه الكلمة الكلمة هذه هذا الشعار لا يفيد وأضر بنا فعلا. لما نحاسب الآن نفوسنا بعد نصف قرن نرى أننا خسرنا على أساس تورطنا حتى في هذا التيار جذاب. طبعا هو كلمة حلوة، كلمة عذبة من ناحية فيها جانب أدبي يعني مرموق، فيها جانب يعني مغري، فيها الجانب المغري. وأغرقنا هذه الكلمة بحيث أصبحت فعلا شعار الأحزاب السياسية في البلاد العربية على وجه الخصوص، ولا الإسلامية طبعا، وشعار البلاد العربية لأنها التقطت هذه الكلمة جعلتها كقطب تتجه إليه. وبالتالي حتى أصبحت النساء تجتمع في اتحادات تأتينا فكرتها من الخارج من أوروبا مثلا، تتحد من أجل تحصيل حقوق المرأة، بينما نرى بناتنا هنا تكون شبه اتحاد، لأن هذا اتحاد. ولكن من أجل القيام بالاطلاع بالواجبات، يعني من أجل اقتحام العقبة، موش من أجل النزول، موش من أجل النزول عن والتنازل، النزول تنازل والنزول خروج من المسؤوليات. فنرجو أن بناتنا هنا يشعرنا بقيمة هذا الموقف كيف تحدد. وإحنا نشكر الله عز وجل على أن اختياركم وقع على الأساس المتين. لما البشر يختاروا طريق الواجبات فمعنى أنهم نجوا وأنجوا. وطبعا كلمة الواجبات، كلمة العقبة، كلمة الواجبات اللي يعني ترتبط بالعقبة وترتبط بالمجهودات التي تبذل من أجل اقتحام العقبة، لأنه مش من المتيسر اقتحام عقبة أي عقبة. فهذا بالتالي يكون ثقافة تنطلق من هذا الاختيار. لما نختار الجانب الواجبات، جانب الواجبات يحدد، لما نختار جانب الواجبات تتحدد تلقائيا ثقافة جديدة، تلقائيا ثقافة جديدة، الثقافة التي في المستوى الحضاري فعلا. تتحدد أيضا سياسة جديدة. لو إخواننا المسلمون منذ نصف قرن مثلا في جميع الأقطار الإسلامية لو تشبثوا بمبدأ اقتحام العقبة لما كانوا فيما هم عليه اليوم، سواء في باكستان أو في غير باكستان. ويتحدد على أساس هذا الاختيار شيء آخر وأظنه عنده صدى كبير في المجتمع القرن العشرين أواخر القرن العشرين، وهو الاقتصاد. كلمة واجبات تحدد اقتصاد معين، كلمة حقوق تحدد اقتصاد آخر، تحدد اقتصاد آخر. ونحن نعلم كم كلمة اقتصاد أصبح لها رنين وطنين في السياسات وفي الآداب وفي العقول، ولا بأس بهذا. ولكن يجب علينا أن نفرق بين الاقتصاد الذي يقوم على اختيار الواجبات والاقتصاد الذي يقوم على المطالبة بالحقوق، وهذا الشيء يسموه نقابات العمال ومش عارف، والشيء هذا اللي أصبح العامل اليوم تقريب يتقاضى أجرته لغير عمل يقوم به، بينما لما تكون حضارة في الصعود يجب أن
وبقدر الحضارة تكون في صعود بقدر ما يكون اختيار الإنسان، اختيار الإنسان لجانب الواجبات عن واجب الحقوق، وبذلك يتحدد فعلا نوع من ثقافة، نوع من سياسة، ونوع من اقتصاد، بحيث العامل يصبح مردود في المجتمع. العامل كمنتج، الشيء اللي نسميه اليوم منتج في الاقتصاد، العامل يصبح مردود في المجتمع أكثر مما يتقاضى بكثير، أكثر مما يأخذ، يعطي المجتمع أكثر مما يأخذ من المجتمع بكثير. لأن المشكلات بسيطة لأنها رموز. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لنا دروس العميقة، دروس الاجتماعية العميقة في صورة رموز بسيطة. يأتيه يوم كما تعلمنا، يأتيه يوم شحات، أعرابي شحات، يطلب ما يقتات به، ففي هذه اللحظة ويطلب، ماذا يطلب؟ يطلب حقا مشروعا له في الزكاة، يطلب حقا مشروعا له في الزكاة. إذا لم يطلب شططا، فيطلب حقا مشروعا له في زكاة في بيت مال المسلمين، والنبي أعلم منا بهذا. ولكن لا يحل القضية على أساس هذا الحق، يحلها على أساس الواجب. فيشير على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا حوله ويقول لهم: جهزوا أخاكم كي يحتطب، يقول كي يقوم بواجبه، يذهب يحتطب ويأتي يبيع الحطب بتاعه ويأكل من صنع يده، يأكل قوته حلالا طيبا من صنع يده ومن كبده ومن اقتحامه العقبة، بينما كان متيسر. والنبي أسخى من الرياح الساخية، من الأرياح الساخية في الربيع. ولكن أراد أن يقدم درسا أولا لهذا الإنسان، ويحوله في نفس الوقت، يحوله من مجرد مستهلك يعيش على كاهل المجتمع الناشي إلى منتج، في حد ما هو منتج، يأتي بالحطب، هذا إنتاج. إذن فعلا بقدر ما نختار طريق الواجبات أو طريق الحقوق، نقرر في الحقيقة ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا، وعسكريا طبعا مصير المجتمعات، مصير الدول، مصير الأمم، ومصير البلاد كما هو الواقع، كما نراه خلال خصوصا الأحقاب الأخيرة من تاريخنا، لأننا فضلنا جانب الحقوق. ولا يفوتني هنا أن ألاحظ شيء. أنا قلت أن هذه المطالبة بالحقوق طبعا أظنها خصوصا في الحق السياسي تكونت على أساس ضعف ثقافتنا، ضعف مستوانا الثقافي، ضعف إدراكنا للمشكلات الاجتماعية والمشكلات السياسية على العموم، بحيث اعتقدنا أننا نحلها بالكلمات وبالصراخ وبالمنادات بالحقوق مثل ما فعل رحمه الله زغلول. وكشفت، والواقع كشف عن عدم الجدوى في هذا الاتجاه، على الأقل نقول عدم الجدوى. وإن هذا في المجال السياسي، وفي المجال الاجتماعي مثلا في مجال النشاط النسائي في أوروبا، وإذا بنا نرى المرأة الأوروبية تطلب بحقوق المرأة والمساواة ومش عارف كذا، فلنتساءل: هل هذه المطالبة أتت في وقت تصعد فيه الحضارة الغربية أو الأوروبية، أم تنزل فيه الحضارة؟ أما الحضارة الأوروبية لما نراها عن كثب ونتفحص أمرها عن كثب، الآن بدأت في نزول السلم في
الحضارة التي كانت تحمل العقبات الكبيرة في العلم وفي اكتشافات الجغرافية الكبيرة في القرون السابقة، ربع قرون السابقة، هذا الحضارة التي طالما اقتحمت العقبة لم تكن فيها المرأة ولا الرجل مطالبة، والمرأة بالخصوص لم تكن مطالبة بحقوقها. وهذه المرأة الأوروبية قد يعني يوحي إليها موقفها أو مكانها في المجتمع الأوروبي الذي كان في الحقيقة يهضم فعلا يهضم بعض حقوقها. أما المرأة المسلمة والحمد لله لم يهضم حقها منذ أشرق نور الإسلام في العالم. إلى اليوم إلى اليوم الحقوق النسائية في بعض البلاد، الحقوق الدستورية للنساء مثلا سويسرا، اليوم المرأة السويسرية لا تستطيع أن تملك أو تبيع ملك ولو ملك أبيها، لا تستطيع اليوم من دون أذن زوجها، بينما المرأة المسلمة تمتعت بهذا الحق منذ جاء القرآن الكريم فأعطيت الحقوق، ولها أكثر من هذا، لها أكثر من هذا في الحقيقة. المرأة المسلمة الكريمة والحمد لله تفضل الله علينا بأمهات مؤمنات قانتات مسلمات نتذكر وجوههن الكريمة، فنرى كيف كان دور هذه النساء مثلا في تنشئة الأطفال، في السياسة المنزلية، بحيث لو أسرة تدرس حياتها منذ مثلا منذ جيلين أو ثلاثة أجيال ترى أن الفضل هو لأم البيت أكثر من كل شيء آخر، ولكن على شرط أن تكون المرأة في مركز تطاع فيه. وفعلا لما نراجع حياتنا إحنا وأصبحنا الآن على وشك الشيخوخة، فلما نراجع حياة أسرنا نرى أن الإرادة الفعالة كانت في البيت، طبعا في البيت كانت لأمهاتنا، الفضل في ترتيب شؤون البيت والفضل في تنشئة الأطفال. أنا علمتني أمي، أستطيع أن أقول هذا، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، هي أمية، امرأة أمية، وإنما تفضل عليها الله بعقل مستنير تدرك الأشياء بالبداهة وتتكلم كلام منطقي. وربما لا نرى بعض المثقفين اليوم في الجزائر مثلا، المثقفين أصحاب الشهادات العليا، والله أحيانا منطقهم أحق من منطق هذه الأمهات الطيبات التي كانت تحتضننا في أحضانهن، التي كنا يحتضننا في أحضانهن. فالأم يعني المرأة في دور الأمومة، يعني المرأة في دور الأمومة مكرمة مبجلة محترمة مقدرة في المجتمع الإسلامي، ولم نكن في حاجة إلى تأسيس شيء اسمه يوم الأم، لم نكن في حاجة إلى هذا، لعل أوروبا في حاجة إلى هذا كي تذكر ما نسيت أو ما تناست، لأنها طبعا في حاجة إلى التذكير، لأن فعلا علاقات الأسرة كلها تمزقت لما بدأ المنحدر الحضاري في أوروبا. بحيث اليوم أنا كنت قريبا في رحلة، طبعا كنت أعلم هذا في أوروبا، ولكن يجب الإنسان دائما يكتمل بمعلومات جديدة،
أتتني معلومات جديدة في هذا المجال عندما زرت أمريكا أخيرا منذ 4 أشهر. يبدو أن اليوم الأم والأب لا وزن لهم في تصرف الأبناء والبنات. البنت لما تبلغ المراهقة، سن المراهقة أو سنتين بعد المراهقة، تخرج من بيت أبيها وتؤجر بيت حتى في العمارة اللي فيها أبيها وأمها، ولا تزور أمها إلا في المناسبات الكبرى. معناه أن العلاقات الأسرة تمزقت، وأن الأم انتهت كأم، انتهت كأم، انتهت، ما عندهاش سلطة على أولادها بحيث تضمن لهم الحكمة التي هم في حاجة إليها، مثلا في المراهقة وفي سن المراهقة وبعد المراهقة. فطبعا احتضان الأم خصوصا لبناتها، احتضان الوالد لأولاده، هذا كله ضاع في الآن في أوروبا، انتهى هذا في أوروبا وخصوصا في أمريكا. فإذن إحنا لما نرى اتحادات نسائية تتكون من أجل المطالبة بالحقوق، نرى شيئا غريبا، شيئا نحتار منه، شيئا نحتار منه. أما لما نرى اتحاد، هذا اتحاد بناتنا من أجل القيام بالواجبات، نقول هذا عهد جديد، هذا إرهاصات تبشر بشيء جديد، تبشر بشيء جديد. لأنني أعلم ما لتأثير بناتنا في أولا حتى في عمرهم الآن في هذه المرحلة من حياتهن في المجتمع، وخصوصا لما يؤسسنا بيوتهن وأسرهن على التقوى إن شاء الله، وهذا المتوقع بطبيعة الحال من اتحاد مثل من هذه الحركة النبيلة، ندعو الله أن يبارك فيها. فننتظر أن هذه التجربة تكون فعلا تجربة رائدة، لا في دمشق فقط، بل أن تنتشر وتتكون لها بقدر الإمكان، طبعا من دون استعجال الأشياء، خصوصا من دون استعجال الأشياء، من دون وضع كما يقولون وضع المحراب قبل الثور. يجب أن تأتي الأشياء في وقتها وفي مكانها، رأيك أن أولا تستمر بكل صبر، لأن العقبة ما هي سهلة، العقبة وما أدرك ما العقبة. لم يكرر الله سبحانه عز وجل الكلمة وما أدرك ما العقبة إلا تمجيدا لها وتشجيعا وتقديرا لاجتهاد ولكد من يقتحم العقبة. فأرجو الله أن يأخذ بأيديكم وييسر لكم الأمر حتى تصعدنا هذه العقبة التي تجدون عندما تصلون إلى قمتها أنكم وصلتم وأوصلتم المجتمع الإسلامي إلى مستوى الحضارة. هذا ما أردت أن أقول تعليقا على ما سمعت من الأخ الدكتور الهواري. وإذا كان سؤال فبقدر الإمكان طبعا تفضل. بالنسبة للإمرأة الأمريكية، نعم نعم،
لا أظن نعم هو يجوز لنا أن نسميه انحطاط خلقي، والظاهر أعم من هذا هو انحطاط طبعا هذا، وإنما هذا لما نحدد الظاهرة في عمومها يظهر أن هذا عرض من الأعراض الانحطاط الخلقي، لأن هناك انحطاط حضاري يشمل الانحطاط خلقي، يشمل انحطاط فني، يشمل حتى الانحطاط الفني. طيب احنا نعلم كيف مثلا كيف نمت الفنون اللي تسمى الفنون الجميلة منذ عصر النهضة في أوروبا، وكانت فعلا فنون جميلة والله، اللوحات التي صنعت في اللي صنعتها ريشت مثلا ليوناردو دافنشي او تيتيان او كذا ميكلانجي الى اخره، هذا الفن كان فن الجمال، كان فن القيم الجماليه. واذا بنا نرى الان فن اسمه فن بيكاسو، من لوحاته لوحه اسمها مثلا انزه بيكاسو، أنا إلى الآن وأحلل اللوحة، يعني لأننا أخذت عنها صور، طبعا أخذت عنها صور نحلل، يقولوا ما عنزة، أنا ما رأيت العنزة، بس أنا عندي 20 سنة وأنا نفتش على عنزة في اللوحة ما وجدتها، يقولوا أن هذه عنزة شيء غريب. أصبحت حتى الفنون تنحط، القيم الحضارية كلها تنحط. وطبعا الأزمة الاجتماعية ما تتطورش بسرعة أزمة فرد أو أزمة أسرة. الأزمة الاجتماعية أحيانا تبقى بعد إرهاصاتها الأولى أحيانا ربما قرون ولكن تأتي. فالآن ما أخشى أن لا يبقى أمام الحضارة الغربية قرون، هذا ما أعتقدش قرون، بل العكس. أنا كان لما عدت من أمريكا طلبت مني محاضرة في قسنطينة في رمضان الأخير، فكانت محاضرتي عنوانها دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين، في الثلث الأخير من القرن العشرين، وكان فحواها أو محتواها أما التيارات التي تكونت خلال هذا القرن أثناء بعد الحربين العالميتين، نتائجها كلها السلبية ستنصب في الثلث الأخير من هذا القرن، أعني أن هذه النتائج ستصبح حقيقة واقعية قبل سنة كما يقولون سنة 2000. من هذه النتائج المتوقعة أن المجتمع المسيحي اليوم انتهى، المجتمع المسيحي انتهى. إذن نستطيع أن نقول القيم الأخلاقية انتهت معه مثلا في أوروبا، طبعا القيم الأخلاقية في أوروبا، ولكن هي قضية أخطر من هذا. فالحقيقة انتهت المسيحية لأنها لم تستطع في هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ الأوروبي أن تجيب على كل الأسئلة التي طرحها العلم أمام الفكر الأوروبي، هذه واحد. ثم طبعا تكونت ثغرات بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، تكونت ثغرات في الجهاز الروحي، في الجهاز الروحي الذي كان هو الركيزة التي تتركز عليها الحياة الأوروبية. لما تكسرت هذه الركيزة أو كادت أو ضعفت هذه الركيزة، أصبحت
الحياة الأرضية كأنها قائمة على لا شيء، أو تشعر بأنها أي بدأت في المرحلة هم بدأوا، حتى هم يسمونها هذا مرحلة الفراغ الروحي، هم بدأوا يسمونها هكذا مرحلة الفراغ. الفراغ الروحي تنتج منه، ينتج منه انهيار أخلاقي، ينتج منه التنه، تنتج منه الوجودية، لأن الوجودية معناها في هذا السياق معناها بحث عن أسباب وجود أخرى، لأن الأسباب التقليدية فقدت. يجب على هذا المجتمع الذي فقد أسباب، في الحقيقة ما هيش أسباب، مبررات الوجود السابقة التي عاشت عليها أهلنا. المبررات التي عاش عليها المجتمع الأوروبي في عنفوان شبابه وفي قمة حضارته، هذه المبررات بدأت تفقد جدواها في الثقافة الأوروبية، في النفوس الأوروبية، بحيث هذه النفوس بدأت تشعر بفراغ، فالفراغ هذا إما يمتلي بالتفاهات مثل الوجودية، مثل أشياء أخرى من خلال الأخلاقي، أو يمتلي بطريقة أخرى موش يمتلي، يعوض الفراغ أو يحور الفراغ إلى بعملية تناسي ننسى هذا الفراغ أحسن. فينطلق الشاب والشبان في أمريكا بالخصوص في تناول المخدرات حتى وتناسوا الحياة، حتى لو يشعروا بفراغها، عايزين يمتلوا بأي شيء. فهذا في الحقيقة في صوره العربية هو طبعا انهيار أخلاقي، انهيار ثقافي، انهيار ربما اقتصادي أحيانا في بعض البلاد، وإنما هو في الحقيقة انهيار حضاري. هذه حضارة لم تبقى في اتجاه العقبة، بل هي بدأت في اتجاه المنحدرات. فهذا هو ما نترك بعض اللحظات للأسئلة. استاذ، يعني حاولنا ان نعيد الحضاره الاسلاميه. نعم. هي مع ما يتضارب مع النشوه القوميه واختلاف ثقافات البيئه الاسلاميه، صور عمل البيئات المغربيه. يعني اختلاف. نعم. مفهوم الثقافه الاسلاميه. طبعا. ومفهوم التضارب القوميه. هي ما بتحب من النشاط الاسلامي او اعاده الحضاره الاسلاميه؟ نعم. الحلول، نعم، الحلول تأتي أولا بطبيعة المسيرة التي نسيرها اليوم. فلما، وهذا من يجب أن يتقدم ويسبق تأسيس الحضارة الإسلامية في هذه المجتمعات، يجب أن يتقدمها تصفية كل النتائج السلبية والتجارب السلبية التي عشناها والتي سعينا إليها سعي الإنسان الذي يريد، سعي المنتحر للموت، كما يسعى المنتحر للموت. يجب أن تقع أولا، أن تفشل هذه التجارب كلها. وإحنا نرى أننا في هذه المرحلة من الحياة، في هذه المرحلة أحسن نقول من القرن العشرين، نرى أننا فعلا على وشك الاستيقاظ اليقظة من تشالي كل التجارب التي سبقت، ومنها تجربة ما تسميه بنتي القوميات. حتى في أوروبا فشلت القوميات، الفكرة أتتنا من أوروبا،
وفي عقر بيتها فشلت كما نعلم، لأن أوروبا أصبحت الآن تؤسس كيانها مثلا الاقتصادي خصوصا على مفهوم جديد، وهو سوق مثلا المشترك الذي يضم 10 دول من أوروبا. معناه أنها أدركت أن القوميات أضرت بوجودها، وفعلا القوميات أضرت بوجودها في هذا منذ بداية هذا القرن، منذ بداية القرن ظهر الضرر اللي ألحقته القوميات بمصير أوروبا. فنحن الآن أيضا تقريبا في نهاية هذه المرحلة، ربما والمرحلة ضرورية أيضا، لا يجب أن لا يجب أن لا أن لا نذكر بعض الجوانب الإيجابية في ما قامت به في ما قام به مفهوم القومية في الحقبة التي قامت بها الشعوب العربية والإسلامية بمقاومة الاستعمار. قد يكون أفاد مفهوم قومية، قد يكون أفاد، أنا لا لا أنا لا أعتقد هذا الحقيقة، لا أعتقد هذا، ولكن معليش لا يغيرني أن أسلم بهذا مبدئيا جدالا، أن أسلم لا يغيرني. وإنما أقول القومية أضرت أولا بمن شيدها وهو أوروبا، وانتقلت إلينا عن طريق عن ملتويات وطرق ملتوية، نعرف بعضها ربما ولا نعرف بعضها الآخر، ولكن احنا الآن أظن أيضا في منعطف تاريخي مثل أوروبا، منعطف تاريخي يتبين لنا فيه فشل وإفلاس كل التجارب السابقة، ولما تفلس هذه التجارب السابقة يجب علينا إلى أن نصفي إحنا الحساب، نقول إذا لماذا يأتي السؤال تلقائيا يفرض النفس ولا عقولنا، ماذا نصنع الآن إذا فشلنا في مشروعاتنا الاقتصادية على أساس القوميات، إذا فشلنا في مشروعاتنا السياسية على أساس القوميات، إذا فشلنا أيضا في مشروعاتنا الثقافية على أساس القوميات، حتى نحط مفهوم الثقافة إلى مستوى مفهوم فولكلوري، أصبحت كلمة ثقافة تعني فولكلور، الرقص والغناء هذا هو الثقافة، بينما الثقافة شيء آخر، شيء أعظم من هذا، أجل من هذا بكثير. ما أعتقد أن الإسلام العالم الإسلامي أيضا يتخلص من هذه رواسب ما نسميها القرن 19 القرن 18 الإفرنجي، سيتخلص منها بخبرته وتجربته، موش به يتخلص منها بالنار، لأنها سيكتوي بتجربته وبدأ يكتوي، موش سيكتوي وما موش سيكتوي، بدأ يكتوي من الآن، بدأ يكتوي. كيف قامت قضية فلسطين؟ ما هي جذورها؟ جذورها هي كما نعلم جذورها أن في حوالي سنة 1908 بدأت فكرة تنبث في العالم العربي، في البلاد العربية، وأن العرب يجب أن ينادوا بحقوق الأمة العربية ومش عارف إلى آخره، فانفصلوا على إخوانهم العثمانيين والآخرون أيضا انفصلوا على نفس القاعدة، نادوا مثلا بالطرانية، نادوا في وقت اتحاد وترقي، حركة اتحاد وترقي التي أسست في سنة 2006 في تركيا، عزلت هذه الحركة، عزلت الأتراك عن، حاولت عزل الأتراك عن العالم الإسلامي، والحركة المضادة لها الحركة العربية حاولت أن تعزل المجتمع العربي عن البلاد العربية عن المجتمع الإسلامي، النتيجة أتت طبعا وعد بلفور، النتيجة هي وعد بلفور، جاءت الحرب العالمية الأولى فأتى وعد بلفور، ومبدئيا تقرر مصير فلسطين، وإنما كان من الحكمة والسياسة الإنجليزية حكيمة كما نعلم
تأجيل تنفيذ وعد بلفور إلى حرب أخرى حتى أتت الحرب الأخرى فأصبح بحيث في الحقيقة في مقابل تحقيق وعد بلفور في سنة 48 وهذا لم ينتبه منه السياسيون المسلمون في ذلك العهد لأن كل شعب مهتم بقضية الحدود ليش حتى قومية في الحقيقة قوميات محلية سوريا قومية ولبنان قومية والكويت أصبح قومية مدينة أصبحت قومية وعندها جوازاتها وعندها مش عارف طبعا تونس قومية إلى آخره بحيث سوريا استقلت على أساس استقلت طبعا بتقرير فرضه تشرشل على الحكومة الفرنسوية في سنة 45-44 طبعا وفرض على فرنسا أن تحرر لبنان وسوريا لكن لم نفكر أن هذا كان تمهيدا لأن السيد تشرشل لا يفكر بخير العرب سواء كانوا سوريين لبنانيين أو غير لبنانيين هذا كان تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور في فلسطين مع الاحتفاظ بما يسمى الصداقات العربية بما يسمى في منطق وزارة الخارجية الإنجليزية بما يسمى الصداقات العربية معليش احنا ننشي دولة إسرائيل بالناحية على حساب شعب مطرد شعب كامل ولكن معليش أنا نأسس دولة جديدة اسمها سوريا ودولة جديدة اسمها لبنان هذا يقابل هذا أخذ على بلدة أخذ وعطاء هذا يجب أن القضية القومية الآن أفلست في هذا القضية القومية أفلست نهائيا وخصوصا في المجال الاقتصادي لا يمكن لقومي يعني هذا مش معناها أنني هذا لا يعني أيضا لا أريد أن أتورط في شيء لا يعني هذا أنني أقول يجب إذن أن نقاوم مفهوم مثلا قومية عربية لا أقول هذا لأن ربما هذه الخطوة الأولى إذا تحققت تكون هي الخطوة الأولى نحو تأسيس المجتمع الإسلامي المتحضر أما إذا التفتنا عن كلمة قومية عربية تأتي قوميات أقل منها وأحقر منها تأتي قومية مثلا القومية الكويتية القومية العراقية القومية اللبنانية طبعا القومية الجزائرية وفي الجزائر ننتظر أشياء والآن في مخططات استعمارية كما حدث في سنة 20 سنة 36 تقسيم سوريا إلى الشرق تقسيم الشرق إلى لبنان وسوريا الآن يفكرون هناك من يفكر في تقسيم الجزائر إلى بلاد بربرية وبلاد عربية هناك من يفكر في تقسيم البلاد بحيث قد تتأسس بلادنا وعلى أرضنا قوميتان القومية الجزائرية والقومية البربرية والقومية العربية هذا هو بنتي ما أرى طبعا أنت تتصرف الآن أنت تتصرف بنتي أنا نزلت في دعوة من الجامعة الإسلامية في خرطوم سنة 1939 مع أهلي فوجدت جوا إسلاميا مرموقا ونشاطا مباركا وإنما شعرت بأن هناك شبهة تمزق داخلي في النطاق الإسلامي فخشيت عليهم بسبب هذا التمزق الداخلي فحاولت
أن أجمعهم في حلقة واحدة لأرفق الخلق. ففي الليلة التي اجتمعنا فيها تغيب أحد الطرفين، فطبعا أسفت بذلك ووقع في نفس الحدث أن الحركة لم تستمر. وفعلا مجرد ما رجعت مع أهله إلى الجزائر انقبض عليهم العدو وقضى عليهم جميعا. غير حقيقة. نتمنى أن هذا مش الحمد لله مكرر، هذا ليس اختلاف شرعي، ليس ما يكون يعني تحومون حول مرتج واحد وهو الله سبحانه وتعالى بالإسلام، والله والإسلام. ولكن أضفت شيء متعمدا لأنني أعرف أن ذهن الإسلام كان من هذا وسبب نكبتي من هذا ليس بالعبادات كما يعتقد البعض. المسلمون اليوم معرضون للتلف ولا ينقذهم من هذا العبادات. أقول لكم الواقع، لم يدخلوا في المعركة الاجتماعية الحضرية أولا، تفجر وسطهم الاجتماعي ومحيطهم الاجتماعي العادي يعني الطبيعي، نفس مجتمعهم سيتمرد عليه مثلا عندنا مثلا هذا ما حدث. ثم بدأ يحدث وبدأنا نرتب وحدث بسبب القيادة الدينية نفس الواقع. الشباب تمام، بالتالي الشباب اليوم الشباب الجزائري في حال التمرد عن القيم نسميه نحن القيم الأخلاقية القيم الإسلامية. لماذا؟ لأنه لقن أسلوب الشيطان، كلما يتقدم إليه إنسان بالكلام على الواجبات الدينية. أقول هكذا، الواجبات الدينية يواجه هذا بمنطق الواقع، يقول لو كانت تفيد الواجبات الدينية لما كان العالم الإسلامي متألفا متأثرا. وهذا منطق أعداء الإسلام، هذا هو الوجه. ونحن اليوم في هذه السنة، سنة مثلا 70 في الثلث الأخير من القرن العشرين، نواجه ملابسات خطيرة جدا. أما أن تصفي حساب كل الأديان، وإلا تصفي حساب الأديان إذا على شرط أن يقوم المسلمون بدورهم في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين كما تتطلب الظروف، مش نفوسنا ورغباتنا. احنا رغباتنا نريد الخير، نفوسنا ان شاء الله تريد الخير، ولكن هذا لا يكفي، هذا الميل الطبيعي للخير وبعضهم جبلت النفوس الإسلامية على جملات النصوص الإسلامية على الكون، هذا يكفي وحده. إن لم يكن لهذه النصوص وظيفة اجتماعية بحيث يتحقق ميولها إلى الخير في خير واقعي يكون بالنسبة إليها نعمة من الله أولاً، وفي لسانها حجة لأعداء الإسلام، أعداء الإسلام المبشرين الذين المبشرين والشيوعيين في الخارج الذين يحتجون على الإسلام بوضع المسلمين. اليوم أصبح المسلمون حجة على دينهم،
أصبح المسلمون بوضعهم الوعي حجة على دينهم. فيجب على هذا الأساس أن يترتب في هذا السلوك الأخير من القرن الأخير، يترتب الجهد الإسلامي سواء من هذه الحركة أو من هذه الحركة على تحقيق رفع المسلم إلى مستوى الحضارة. وإذا رفع المسلم نفسه إلى مستوى الحضارة يستطيع عند ذلك أن يحقق وعد الله، أن يحقق وعد الله. لا حاجة له بالمسلم أن لا حاجة له بمساهمة المسلم بتحقيقه على ماذا، ولكن يجب أن المسلم يساهم في تحقيق ما وعد به الله المسلمين، لما وعد به الله المسلمين والعالم والرسول قبل كل شيء. في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. من لو نظرت هذه القضية براس العلمية ورأيتكم تستعملون أحيانا المنطق العلمي، أدركوا هذه القضية كيف يتحقق هذا؟ لم يدرك أحد. يتحقق بشرطين في ظاهر الأمر، يتحقق بشرطين في واقع الأمر، يتحقق بشرط. ما هو الشرط؟ أن يرتفع المسلم إلى مستوى الحضارة. لماذا؟ أولا الجواب يكون بالوجه الأول وهو الأقرب، ليعيد لنفسه فيه كرامته أمام نظره أولا وأمام نظر الآخرين، لأن الآن المسلم مهان كرامته كفرد كمواطن عالمي. الآن المسلم يمشي على أرض المهام، حيث أحيانا يحتقر المسلم أخوه، أحيانا يحتقر المسلم أخوه، وأحيانا يحتقر الأجنبي عدو الإسلام. يجب إذن أن يرفع أولا مستواه، يرفع نفسه إلى مستوى الحضارة.